النهارده كمان ذكرى وفاه اسطوره من اساطير النادي الاهلي، والكابتن ثابت البطل لو هنقعد نتكلم عليه هناخد حلقات وحلقات، لان على المستوى الفني حدث ولا حرج، كمان على المستوى الانساني وعلى مستوى حب الكيان. كابتن ثابت مرتبط وكل كلامه عن كيان النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. كابتن عايز اقول لك يمكن اخر 8 ساعات في حياته عشناهم سوا. كان عندنا معسكر في 6 اكتوبر عشان كان عندنا تاني يوم ماتش الزمالك اللي كسبناه 3-0، وقعدنا اتكلمنا كلام كتير جدا جدا جدا، كلام على اسرته وعلى اسرتي قبل ساعات من رحيله. انا بدخن، شتمني وهزقني وقال لي النادي الاهلي محتاجك. هو لما انا مستر مانويل طلبني المره الثانيه، كنت في ليبيا مع الكابتن انور، جه قعد معايا قال لي بص المدرب مش عايز ينزل الملعب الا لما انت تيجي. انا مش عايزك لكن هعمل ايه؟ المدرب عايزك. طلعنا معسكر المانيا، قعد معايا في التمارين، شاف التمارين، قال لي انا عايز اقول لك حاجه، انسى كل الكلام اللي انا قلته لك، انت مدرب جامد قوي، انا احسن حد شفته في حياتي اشتغل مع الحراس. ومن هنا بدات العلاقة تبقى قوية جدا. اليوم اللي قبل ما يموت فيه 8 ساعات بنتكلم بقى عن حنان وولاده والحكايات والروايات وولادي ومراتي 8 ساعات، وكأن قلبكوا حاسس يعني. بعد المباراة انت فاكر المشهد بتاع البطانية؟ طبعا بنغطي فيه وكده. قلت له ثابت، الحمد لله ثابت 3-0، احنا كسبنا 3-0. آخر كلمة سمعتها من ثابت البطل قبل ما يتوفاه الله، كله محصل بعضه. قال لي كده بالحرف، كله محصل بعضه. عشان كده كل ما بتيجي ذكرى، يوم ذكرى، انا بحمد ربنا وما بتفرقش معايا حاجه. لانه فعلا كله محصل بعضه. كلمه واحد رايح يقابل ربنا واحنا كده 3-0 دي مع الزمالك بتبقى يعني ليله. طبيعي. هو قال لي كله محصل بعضه.